أهلا وسهلا فيكم ضمن قناة الموسوعة الهندسية. اليوم رح نقوم بالجزء الثاني من تصميم القوالب. رح نقوم بتصميم غطاء لأي علبة أو أي شكل بيكون له غطاء. رح نقوم باستخدام أمر الكومبر. نفتح سكتش في المستوي توب لين. من سكتش نقوم برسم سيركل بقطر 100 مليمتر. من فيتشر نختار اكسترودد بس بمقدار 100 مليمتر. نقوم بتحديد دريفت بمقدار 3 درجات لسهولة سحب القطعة من القالب. نقوم باختيار فليت بمقدار 10 مليمتر للحافة العلوية، ونقوم باختيار شل بسماكة 5 مليمتر ونحدد السطح السفلي. أصبحت القطعة جاهزة بشكل كامل. من appearances نقوم بتحديد المادة بلاستيك. سنبدأ الآن برسم القالب. نفتح سكتش في المستوي توب لين. نقوم برسم المستطيل والذي يمثل شكل القالب. بالسمارت دايمنشن نقوم بتحديد أبعاد القالب 220 مليمتر للطول و 180 مليمتر للعرض. من فيتشر نختار اكسترودد بس. نقوم بتحديد البعد 140 مليمتر ونزيل خيار ميرج سول لإزالة الدمج، ونختار دايركشن 2 بمقدار 40 مليمتر. نلاحظ المسافة من الأعلى ومن الأسفل. نقوم باختيار سكشن فيو. ننظر إلى القص. نلاحظ أن القطعة مرسومة رسم. سنقوم الآن بالتفريغ. من كومباين نختار سبتراكت أي طرح. نقوم بتحديد القالب ونحدد القطعة المراد طرحها من القالب. سنقوم الآن بفصل القالب من سبليت. نقوم بتحديد السطح السفلي وهنا سيكون القص. نحدد الخيارات الثلاثة. أوكي. نلاحظ أن القالب أصبح مقسوم لثلاث أجزاء. من كومباين نختار أد أي جمع، ونقوم باختيار سبليت 3 and سبليت 2. أوكي. نلاحظ أن القالب أصبح مقسوم لقسمين فقط، وتم جمع القسم الداخلي مع القسم السفلي. من Move Body نقوم بتحريك القسم السفلي للقالب على المحور Y. نقوم بسحبه نحو الأسفل. نلاحظ القالب. نلاحظ التفريغ داخل القالب. أصبح القالب جاهز بشكل كامل. شكرا لكم لحسن المتابعة. أي سؤال أو أي استفسار تركوا لي ضمن صندوق التعليقات. كنت أنا معكم المهندسة نجلاء من